السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبي تعرف نفسك انت معيون او غير معيون بدون ما تروح لراقي؟ احضر كفك كذا امام فمك وقل اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، انفث وامسح جسمك، اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، وبنفس الطريقة مرة اثنين ثلاثة كرر 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 كرر، بسم الله أرقي نفسي من كل عين وحسد، وكرر كرر كرر، انفث وامسح. إذا أنت معيون إيش اللي راح يصير لك؟ تثاؤب حياتك، يجيك تثاؤب مو طبيعي، تثاؤب 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ما راح يوقف، دموع، شعور قشعرة شديدة في الجسم. الإنسان الطبيعي ما يحدث له ذلك، لكن الإنسان اللي عنده إصابة يشعر بذلك. أسأل الله عز وجل لكم السلامة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.